ما يزال العراقيون يعانون من سوء الطرقات وغياب البنية التحتية الخاصة بها، وخصوصا في مداخل بغداد. مدخل بغداد هذا الشمالي هاي مال تاجي عمي، شيلوه للشارع، خلونا جوس نمشي على جوس، رجعونا على تراب نمشي، سياراتنا اندمرت من الله يدمر حياتكم. هكذا ستكون الصورة عندما يستشري الفساد في مفاصل الدولة، وعندما يكتفي مسؤولوها بالتصريحات والخطابات الدعائية. لا تستطيع أي قوة أن توقف عجلة الإعمار والبناء التي بدأت تحت أي ظرف من الظروف. هذا عهد أمام الله سبحانه وتعالى، أمام شعبنا، أن نستمر بالبناء والعطاء. عطاء لم ير العراقيون منه سوى الويلات، فهنا طريق التاجي على سبيل المثال لا الحصر، واحد من مئات الطرق التي تعتبر مدمرة وغير صالحة للخدمة بأي شكل من الأشكال. الخدمات النيابية كانت قد أقرت بأن مداخل بغداد أصبحت أشبه بطرق الموت، أما السبب فيعود للفساد وهدر المال العام والتلكؤ في مشاريع تعبيد الطرق وعدم تسليم وزارة الإعمار والإسكان هذه المشاريع لشركات رصينة وخبيرة في هذا المجال. الوزارة بدلا من ذلك سلمت مشاريع تأهيل مداخل بغداد الخمسة لشركة لبنانية اسمها ستراكو، وهي مدعومة من أحزاب وجهات متنفذة، بحسب مصادر أكدت أن العقود تسببت بهدر مئات مليارات الدينارات وتلكؤ المشاريع وعدم تنفيذها على أرض الواقع. ليس الفساد الذي وصل إلى الطرقات وتسبب ويتسبب بازدحامات وحوادث مرورية تودي بحياة مئات المدنيين سوى حلقة ضمن سلسلة فساد بات ينخر كافة مفاصل الدولة ويفاقم معاناة العراقيين.